واجتمع سموه مع الجنرال نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وذلك على هامش فعاليات معرض ومنتدى باكستان الدولي للدفاع. ورحب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية بزيارة سمو رئيس الحرس الوطني ومشاركة سموه في افتتاح معرض الدفاع، حيث شهد الاجتماع العديد من المواضيع المشتركة بين الجانبين التي تهدف إلى تنمية العلاقات العسكرية بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني.